السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. معنا البشمهندس علي الدغيم من مصنع مبتكرات خشبية. مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا، شلونك أخوي علي؟ حياك الله. طيب إن شاء الله. خير أبشر أخوي علي. ما شاء الله نشوف عندكم هنا منتجات جيدة، إيش الموضوع اللي عندك هنا؟ إحنا فكرنا من الخشب، استعملنا خشب البلوط الطبيعي وانتجنا منه أحواض زراعية تمشي داخلي وخارجي. الخشب مقاوم لجميع عوامل التعرية، أمطار، رطوبة، حرارة عالية، برودة. طبيعة الخشب حنين على جذور النبات وعلى التربة، ما يدخل كمية حرارة عالية على التربة، بالتالي ما تتلف الجذور زي ما هو صاير في أحواض السيراميك والبلاستيك. طيب يعني فعلا الخشب سماكته أعلى من البلاستيك اللي موجود؟ طبعا السماكة أعلى، احنا راعيناها، وكذلك كمواصفة للخشب مقارنة بالبلاستيك يعتبر ناقل أقل للحرارة والبرودة. طيب نبغى نشوف العينات الله يرضى عليك. هذه هي العينات، احنا حاولنا نراعي مقاسات اللي يطلبها السوق، هذا على سبيل المثال 60 في 60 ارتفاع 80، يستعمل لأشجار الزيتون المتوسطة الحجم، ويستعمل لأشجار الزينة الداخلية. هنا المقاس اللي أصغر منه مباشرة، وهذا اللي أصغر رقم واحد نعتبره، فهي 1 2 3 على سبيل المثال، مرتبة الأرقام. اي نعم نعم، هذا أصغر مقاس موجود، هذا أصغر مقاس عندنا، يليه هذا. نعم. بعدين اللي صورناه في الزاوية، بعدين هذا 3. اي نعم، هذا ماشي للكافيهات، الطول متر أو متر وعشرين في عرض 45 ارتفاع 50، شبيه هذا للحواجز بين الكافيهات، هذا طول 2.40 عرض 40 ارتفاع 45. نعم. المقاسات هذه كاستمايز احنا على طلب السوق، وممكن انه نوفر اي مقاس العميل يطلبه. جميل. طيب انا اشوف يا بشمهندس علي انه الوان الخشب رائعه جدا، هل هو مدهون؟ لا، هذا لونه الطبيعي، فلو تلاحظ يعطي اكثر من قشره او اكثر من لون، لانه قصه الساق، جذع الساق نفسه، شجر البلوط من جوا مثلا ممكن يكون داكن مره، فكل ما طلعت برا زادت تفتح، فهذه ألوان طبيعية. اللي يميز المنتج إنه ما عليه صبغة، فمعنى ذلك ما راح تجدد الصبغة بعد سنة سنتين، هو بيظل معك على نفس الشكل هذا، أنت غير فبيعطيك تفتيح وتغميق في العروق زي ما هو واضح هنا مثلا، هذا مصنع صار له فترة، ففي فرق بين الألوان هذه والألوان هذه، فقط تفتيح وتغميق يضيف جمالية للمنتج، لكن ضد الماء، ضد الشمس، مقاوم، يعني ما يتأثر في الموية. احنا نقول ضد الموية بس ما ننزله هو مثلا في بركة، لكن موية مطر، غسيل، الحاجات هذه كلها شجر البلوط، والشمس كذلك مقاوم لها شجر البلوط، واستعمالاته عديدة من سنوات يعني حول العالم. يعني انا افصل زي هذا واحطه في الاحواش الخارجية في البيت ما عندي مشكلة؟ اي نعم، لكل العمر زي هذا ما يتغير، واحنا حرصنا، بوريك واحد الان مكشوف ما تعبى تربة. نعم، حرصنا فيها على التدعيم القوي على أساس جذور النبات ما تأثر على الحوض، يعني هذا الآن لو بتحركه وزنه ثقيل. نعم، ثقيل جدا. اي نعم، التدعيم عندنا هنا واحد في الزاوية، واحد هنا، واحد في الزاوية، واحد، فهذا الحوض المتوسط الحجم آخذ 4 أعمدة للتدعيم على أساس نربط الألواح في بعضها. جميل. أضفنا له كذلك هذا البلاستيك على أساس يوجه المياه الزايدة إلى فتحات التصريف، إحنا ما أضفنا البلاستيك عشان نحمي الخشب من الموية، ما نخاف على خشبنا من الموية. جميل. خشب البلوط قوي ومقاوم، بس عشان انسيابية الماء أنها تنزل كلها وتوجه للأسفل. أي نعم، للتصريف، لو ما حطيناها بتطلع الموية، بتطلع من بين البليتات هذه. نعم، لأنها قطع ممكن تتسرب بسيطة ويطلع معاها تربة توسخ المكان، فيضطر العميل ينظف. نعم. كل أسبوع. جميل جدا. طيب بشمهندس علي، انتم موقعكم وين؟ احنا في الرياض، حي السلي، وعندنا موقع الكتروني موجوده فيه المقاسات هذه المفصله، واذا في مقاس معين يتواصل معنا على الواتس العميل نفصل له المقاس اللي هو يبغاه. طيب احنا راح نحط معلوماتكم كامله ممكن؟ الله يعافيك، ايه ما في اشكال. طيب قادم الايام وش بتسوون؟ احنا تونا طالعين على الطاولات، هذه طاوله من نفس الخشب لكن بسماكه اكبر، هذه تمشي خارجي للحدائق. نعم. ممكن تتفصل مقاسات اكبر من كذا لغايه 2.40 واكثر. النقشات اللي فيها ممكن تكون فراغات، يعني طاوله مش سوليد كذا. نعم. ممكن برضو الكيرفات في النهايه، يعني بدل ما تكون حاجه قص حقتها. نعم. اي نعم. جميل. اي نوع من انواع
التفصيل يعني تفصيلة معينة احنا مع العميل فيها. طيب نجي للكلام المهم اللي هو الضمان. اي نعم. تقدمون ضمان؟ احنا نقدم ضمان على الخشب انه ما يتنفخ، ما تاكل الارض، ما تلعب فيه الفطريات والقوارض والاشياء هذه، وانه ان شاء الله ما يتغير لونه لمدة 5 سنوات ان شاء الله مضمون الخشب واكثر، لكن احنا نكتفي بال5 عشان العميل يعني. نعم. احنا نراهن على اكثر. نعم جميل جدا، يعطيك العافية. الله يعافيك. شاكر لك لطفك باشمهندس سعيد. الله يعافيك، شاكر ومقدر. حياك، السلام عليكم. السلام عليكم.